وفي سياق منفصل، أنهت مساء أمس وزيرة الشباب والرياضة حبيبة ساولبا أعمال الندوة العلمية التي نظمتها الخلية النسائية للربط والأخبار السلياف بالتعاون مع منظمة اليونيسف حول دمج الشباب وتأهيلهم للمشاركة في صنع القرار. المشاركة المناسبة الختامية احتضنتها دار المرأة الشادي. سعيد أحمد حسن. خلصت الندوة العلمية لدمج الشباب في صناعة القرار بعدة توصيات قدمت من جانب المشاركين، تمثلت في عدة نقاط، أهمها تذليل الصعوبات التي يعانيها حملة الشهادات وإتاحة لهم فرصة تقديم الخدمات للوطن، وذلك عبر توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب، إيجاد حلول ناجعة للبطالة التي اجتاحت وسط الشباب ولا زال اجتياحها متواصلا حتى الآن، تنفيذ الوعود التي طال انتظارها وعدم تركها كحبر على ورق، وأيضا ملء فراغ الشباب بتوفير مجال أوسع للابتكار والبحث العلمي، علما بأن الفراغ من أكبر أسباب الانحراف والميول إلى الشغب والتخريب، وأخيرا وليس آخرا أخذ مشكلة الشباب على محمل الجد ودعم هذه التوصيات بالتطبيق الأمثل. وصايا واقتراحات شبابية صريحة وواضحة دفعت وزيرة الشباب والرياضة والترفيه حبيبة ساولبا بالقول أن هذه الندوة هي الدليل على الرغبة الواضحة لمساعدة الشباب والاعتماد عليهم في أخذ بعض القرارات طبقا لسياسة الحكومة، وأن هذه المبادرة والتوصيات التي خرجت بها هي المغزى الأساسي لهذه الندوة، ولن تترك كشمعة في مهب الريح، بل ستحمل بكل جدية وستطبق كل النقاط التي تخدم الجميع في وقتها الأنسب. نعتذر لرداءة الصوت في هذا الخبر. قدم أمس الفنان التشادي كاليب جابا حديثا صحفيا دعا من خلاله التشاديين للتصويت لصالحه في مسابقة دياماغو الموسيقية. نستمع إلى جزء من حديثه في ميكروفون الزميل عبدالله. أنا جاي فيني كومبيتيشن أنا دياما غوسبل أوردز دا ندوري ندورا فوت أنا ناس أنا تشادين دول كله لي فوتي في باج فيسبوك أنا كومبيتيشن دا اسمها دياما غوسبل أوردز دونك تمشي في فيسبوك تلقى باج أنا كومبيتيشن دياما غوسبل أوردز في كاتيجوري أرتيست أوربان artiste urbain diamanda tamshi taktiba usumi kaleb ngaba o votanaga compté 80% ana compétition da da gay nardiak le tachadin dolkul. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الاخبار ونشكركم على المتابعه. الى اللقاء.